السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سوف نرى إن شاء الله هذه الحلقة من الجزء الثالث، كيف تركيب قالب جديد احترافي والتعديل عليه. هناك عدة قوالب سوف ترونها إن شاء الله تحت الفيديو. قالب رقم واحد، ثم قالب آخر، ثم قالب آخر، ثم قالب آخر. سوف نشتغل إن شاء الله على واحد من هذه القوالب. أول شيء نقوم بدخول المدونة، نفتح المصفح جوجل كروم، ثم نذهب إلى المزيد أو كتابة هنا بلوجر أو المزيد ثم بلوجر. أول حاجة خصنا نكون ديجا داخلين الحساب ديالنا ديال الجيميل. إذا ما كناش داخلين الحساب ديالنا ديال الجيميل ما غاديش يعطينا هاد المدونة. دونك آخر حاجة شلنا هو هاد عرض المدونة، هو هذا نفس الشيء. هاد الحصة، أي داك الحصة كنا كنديرو هنايا بالصفحات، دابا ديجا الصفحات مكريين. حنايا غادي داك الحصة دابا كنا درنا دروس، نبركنا على دروس درنا كور، نفس الشيء تمارين، نبرك على تمارين كنا درنا عطينا اكزرسيس، نفس العملية. دونك غادي نمشيو لهنايا ونبركو على إعدادات أو قالب بحال بحال، نختارو قالب، ثم نذهب إلى نسخ احتياطي استعادة ونمشيو نشوفو القالب. عندنا شوازي سي أن فيشيي، قالب عندنا هو هنايا، نبركو عليه ثم تحميل. ننتظر تحميل القالب. نعم تم التحميل بنجاح. نضغط على مدونة، عرض مدونة هي، لاحظوا معايا ها قالب جديد في تعديل. ان شاء الله احنا نشتغلوا فقط على افقيا، من بعد نشوفوا ان شاء الله كيفاش نديروا هاد التشيلدرن، هاد الاطفال اللي تابعين الاب، وهذا عاوتاني تابع شي حاجه الى غير ذلك. واخا نمشيو لسيدي تحرير اتش تي ام ال، تحرير اتش تي ام ال، ونقلبوا على فين كاين هذيك التعديل اللي مكتوبه بالعربيه. تعديل نهبطوا لتحت تحت تحت تحت. لاحظوا هنا عندنا تعديل، هنا هاهما لي كلاس تشيلدرن، وعاد عندنا تعديل. يعني التعديل تبع ليها ثلاثة ديال الأطفال، هما تشيلدرن الصغار. تعديل تعديل تعديل، هما اللي عندنا حنا هنايا. التعديل الأولى تبع ليها ثلاثة، والاخرى عاوتاني تبع ليها ثلاثة، وواحدة خارجة من وحدة هي اللي عندنا هنايا الثانية. هايا التعديل هالأولاد، وسط هاد التعديل خارج منها هاد التعديل الآخر. حنا هادشي غنشوفو بالتفصيل من بعد إن شاء الله. حنا غادي نديروها أفقيا، دوك غنمسحو هادشي كامل اللي عندنا هنايا، سيبريمي، وغادي نديرو عندنا هنايا واحد هي هنايا، تبعو معايا هنا واحد العملية. دوك عندنا ال اي كوبي، وهاد هنا عندنا المدونة ديالنا، ضروري نديرو عنوان المدونة، شير شحال داك الحصة، ليبل. هنا داك الحصة كنا درنا، لا باقيين عاقلين، كنا درنا مثلا دروس، وقلنا هنا كور. دابا نفس العملية في هاد البلاصة النجمة، غادي نكتبو دروس دروس، ونفس الشيء هنا نديرو كوبي كوبي، ونكتبو هنا دروس، أولا نكتبو كور بحال بحال. نعم اونتري، نفس العملية مثلا اللي بغينا نديرو جوج ديال ليليا، مثلا ندير كونترول سي، ندير واحدة أخرى عاوتاني كونترول في، ونديرو هنا مثلا، هنا نقدرو نديرو تاني مثلا تمارين، تمارين أولا برامج، وهنا نكتبو تاني تمارين. هنا درنا البرامج، هنا نديرو برامج، هنا درنا تمارين، هنا نديرو تمارين هنا. دونك شنو غنديرو؟ غنكوبيو هادشي. لاحظوا كنشتغل هنا على الوورد، لان هنا كتلاحظوا بان العمليه شويه هنا ملي كنبقاو نكتبوا بالعربيه هنا كيبقاو يمشيو لنا. دونك غنديروا كولي، نكتبوا في الوورد على خاطرنا. لاحظوا هو كان هنا جوج ديال اللي عندي واحد النموذج. نعم جاري الحفظ، جاري الحفظ، ننتظر. نعم ثم نذهب الى عرض المدونه. لاحظوا هو عطانا هنا دروس تمارين. لاحظوا مني بركنا على دروس، شو لاحظوا شنو يعطينا هنايا؟ هاي عطانا بدانا الصفحة ديال دروس، تحميل تصنيف دروس، تمارين،
اعطيني اعطيني هنا تمارين، لان درنا حنا تمارين تمارين دروس دروس. مزيان، نحاولوا نديروا شي مشاركه جديده باش يبان لنا الفرق، واخا نمشيو للمشاركات او مشاركه جديده. ندير واحد مشاركه جديده مثلا، مثلا نديروا تمرين واحد، مثلا تمرين واحد هنا. رقم واحد، دونك نكتبو السلام عليكم ورحمة الله، ورحمة الله تعالى وبركاته، تعالى وبركاته. دونك نسيليكسيوني هادشي كالعادة كما كيتوجد في الوورد، الوسط، عاوتاني نكبرو لبغينا، نديرو شي لون اللي عجبنا، نديرو تحتو ستار، هادشي معروف. بغينا نجيبو التصوير عاوتاني نفس العملية، نقدرو نجيبو التصويرة من المدونة لأن ديجا شلنا هاديك الحصة كيفاش، نقدرو نجيبو الشعار ديالنا إلى غير ذلك. الأهم هو أننا نمشيو هنا للتسميات، يعني هاد التمرين رقم واحد فين غيمشي؟ واش غيمشي للدروس ولا غيمشي للتمارين؟ دونك حنا هنا كنقولو ليه غيمشي لنا مثلا تمارين، دونك هنا غنكتبو ليه، لاحظو هنا خصنا نكتبوها كما مكتوبة هنا، تمارين تمارين تمارين، ثم تمرك لا تم نشر. ثم تنبركو العرض مدونة، لاحظوا ان عملنا العرض مدونة، واجهنا هنا التمرين رقم واحد في السلام عليكم. دونك لا بركنا على تمارين، هو عطانا تمارين. لاحظوا ملي غنبركو على دروس ما غاديش يعطينا دروس، لان اصلا ما كاين والو في دروس. نقدروا نديروا عاوتاني شي مشاركة جديدة نديروها في دروس، نديروا درس رقم واحد ماشي مشكل، درس رقم واحد. نفس العملية، دونك نفس العملية، نمشيو ل هنا وين نقلو هاد، نقلو هاد فين مكتوب عاوتاني، نفس العملية كوبي، نمشيو لهنايا كولي، نديرو اونتري عاوتاني نفس الشيء. ممكن انسيريو فيديو، ممكن انسيرو فيديو، راه درنا داك الحصة واحد الفيديو، راك باقيين عاقلين، مقاطع من الفيديو، ها هو اللي درناه، دونك هاد الفيديو هنا ممكن انسيرو فيديو، ممكن ندير هاد لي فيديو اللي كاينين هنا، راه ديجا كتكون درتيهم نتا في المدونة ديالك اللي كاينة في القناة ديالك اللي كاينة على اليوتيوب، ها مقاطع من الفيديو. وممكن كيما قلنا داك الحصة ممكن نمشيو للاتش تي ام ال، وقلنا ممكن نكبرو ديك الاو فول سكرين كذا تردرو هنا، ممكن نكبرو هنا 320 نزيد هنا 600، هنا مثلا نقدرو نديرو 400 ونديرو نشر، ثم نذهب. لاحظو معايا نسينا هنايا، يعني مني غيبرك لا درس رقم واحد فين غيدينا؟ ها دونك غنمشيو للتحرير ونمشيو لهنايا تأليف، ونجيو هنا نكتبو اش غادي نكتبو في نظركم؟ دروس، نكتبو دروس دروس باش يدينا الدروس، ثم تم تحديد. دونك غادي نديرو ندخل المدونة، دونك هنا ها تمرين، لاحظو مشينا للدروس غيعطينا دروس، ها هو درس رقم واحد. إلى غير ذلك ممكن ندير هنا برامج، شروحات البرامج، دروس بلوغر، دروس في الفيسبوك، دروس في المونتاج، الى غير ذلك، نفس العمليه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.